وسيأتي مش فقط أبناء الشهداء وأقارب الشهداء وأصدقاء الشهداء، وإنما اليمنيون كل اليمنيين كلما تنعموا وكلما عاشوا مع دولة النظام والقانون وكلما وجدوا أن مستقبلهم مشرق قالوا إن هذا المستقبل الذي نعيشه وهذا الوضع وهذا النفس نفس الحرية والعدالة الذي نعيشه كل ذلك كان بفضل الله أولا وأخيرا ثم بدماء الشهداء. فيتذكر هؤلاء الشهداء، وأنا قد بلغت أن أشارك وأدري كأحد أبناء هذه المحافظة الثائرة المحافظة المعطاء التي كان لها نصيب الأسد من الشهداء ومن الأنشطة الثورية، والتي كان أبناء هذه المحافظة يكتظون بساحة الحرية في صنعاء وفي كل الساحات. أبناء هذه المحافظة قلت ماذا سأقدم، ماذا سأقول لأخواني، لكن هي مشاركة ليكون كما قال ذلك الشاعر: من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومعاشر الأنذال غير مشرفي، أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالفم لما صار جلد المصحفي. إننا نتشبه بهؤلاء العمالقة، بهؤلاء الذين رفعوا رؤوس اليمنيين وانتبه وتذكر العالم في هذا البلد الذي كان يسمى بلد واق الواق. من هم هؤلاء اليمنيون؟ هؤلاء هم أتباع الأنصار، هؤلاء اليمنيون هم الذين بنوا حضارات، هؤلاء اليمنيون الذين لن ينتسبوا إليهم من سكان الجزيرة العربية ومن غير الجزيرة العربية لا يعتبر بأن له حضارة، لكن هذا الظالم المستبد ونظامه ومن سار معه ممن عاشون أو يعيشون دائما وأبدا لا يعيشون مع الاستبداد واعتبروا أنفسهم عبيد لهذا السيد الظالم الدكتاتور، هم الذين أوصلوا اليمنيين إلى هذا المستوى. لكن مع هذا وذاك وبهذه الثورة وبدماء هؤلاء الشهداء والشهيدات وبدماء اليمنيين وجرحاهم، لعلنا فعلا قد سمعنا أمس أولى هذه القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي تمثل المكاسب الأولى تضاف إلى المكاسب التي قد حققت ابتداء لتحقيق الثورة اليمنية. هذه الثورة التي لن تكون الأهداف وقد حققت إلا بإقامة الدولة المدنية الحديثة، وقد وجدنا هؤلاء الظلمة والقتلة يقفون أمام القضبان يحاكمون وتصدر فيهم الأحكام القضائية، أحكام السماء أولا ثم الأحكام الإنسانية في الأرض. نجدهم وقد صدرت في حقهم الأحكام وهي الأحكام العاجلة، أما الأحكام الآجلة فهي عند الله. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين عن رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. خاتمة هذه الخاتمة أيها الأخوة: المستبدون دائما وأبدا والظلم والمجرمون على مدار التاريخ يظنون أن الله عز وجل قد نساهم أو تناسى عنهم.